السلام عليكم، اخباركم ايه؟ منورين دايما معايا هنا، بسعد بيكم في كل وقت وفي كل اوان. فيديو جديد نتحدث فيه عن اخر الامور والتفاصيل، والمره دي الامانه عشان نكون واضحين هو مش اخبار قوي اكتر ما هي تحليل لمشاهد. ازاي؟ مهم جدا على جمهور الزمالك في اللحظه دي من وجهه نظري ان يكون داعم شديد وقوي، واقف ورا ظهر لعبته ورا ظهر ناديه. طب ما ده بيحصل يا عم شادي، صح؟ بيحصل ما عدا اتنين، بيحصل للكل ما عدا اتنين من اللعيبه. انا وجهه نظري وقلت الكلام ده امبارح، لازم يبقى فيه وقفه من الجمهور مع نفسه في هذا الاطار. خلي بالك وحافظ على لعبتك على اقصى ما تستطيع من قوه وجهد واجتهاد. ليه؟ عشان الظروف اللي جاية صعبة والماتشات اللي جاية صعبة جدا جدا جدا. شوف، والكلام ده انا هقوله لأمير مرتضى منصور، وهو زي ما بان لكل الناس كل الكلام اللي كنت بقوله عن أمير سليم، بانه عاقل، عارف هو عايز ايه، مخطط جيد، منظم جيد، بيعرف يتعامل مع اللعيبة بشكل محترم. كل الامور دي مخليها ان الزمالك يمشي في حاله النجاح الموجوده والحصول على بطوله كاس مصر من النادي الاهلي. حلاوه كاس مصر بالنسبه لجمهور الزمالك انه جاي من النادي الاهلي. طيب ايه الموضوع؟ انا بقى الرساله اللي بوجهها دي بقولها لامير مرتضى لانه يملك رصيد الان عند جمهور نادي الزمالك. تمام؟ امير مرتضى يملك رصيد لا باس به، ما اعرفش بالملايين ولا بالمليارات، بقى عند محبة من جمهور الزمالك ليه. تمام؟ عشان كده أعتقد أنه واجب أن أمير يستغل هذه المحبة وهذه الثقة التي وضعها فيه جمهور نادي الزمالك، وهي إيه؟ أنه يتكلم، ما يخاطب بقى جمهور الزمالك على السوشيال ميديا بفيديو، بتصريحات رسمية على الموقع الرسمي زي ما يحب. ده احب انه يعمل كده، يعني انا احب انه يعمل كده، لو عارفش هو هيحب ولا لا. المهم ايه بقى اللي انت عايزه يا عم شادي؟ انا عايز امير يدعم بشكل واضح وضوح الشمس لا ريب فيه محمود علاء ويوسف ابراهيم اوباما. اشمعنى الاثنين دول اللي انت بتخصهم يا شادي؟ لانه انا شايف انه محمود علاء مظلوم. صحيح محمود علاء اخطأ في حق جمهور الزمالك، ما نقدرش ننكر، وراجل اعتذر وتقريبا يعاقب على ما حدث حتى هذه اللحظة. حتى شيكا بالا حاول يتدخل، واعتقد انه ممكن يهدي الامور شوية تدخل شيكا ده، لكن اللي هيبقى بيتكلم يعني بشكل واضح وصريح وجمهور الزمالك هيتاخد مع الموضوع ده باعتباره وكأنه امر رسمي، يعني هو امير. فانه لازم يبقى من وجهه نظري لازم امير يطلع يتكلم يصرح عن دعم محمود علاء، وان محمود علاء الحقيقه محمود علاء عمل تاريخ في الزمالك. ما ليش دعوه بقى بالقضيه والبتنجان والحاجات اللي جمهور الاهلي ضحك على جمهور الزمالك فيها وسحب وراه في الموضوع ده، ومع ذلك فات يا سيدي سنتين والزمالك الحمد لله خد دوري وادي كاس ويقترب من الدوري. يعني خسرنا افريقيا للاسف، لكن الحمد لله ربنا بيعوضنا، ودي حاجه ومن الاهلي مش مثلا من نادي تاني. فخلاص يعني حتى ما خسرنا 5-3 في الدور الاول، تعادلنا مع الاهلي في الدور ده وخدنا الكاس من الاهلي، ونقترب من الدوري من النادي الاهلي، ومحدش عارف ممكن تاخد السوبر المصري من النادي الاهلي. يعني انت خلاص يعني الموضوع لازم يبقى فيه هدوء بقى. ويوسف يوسف مش اسامه نبي، لا يوسف ابراهيم اوباما. جمهور الزمالك زعلان منه، متضايق منه عشان مستواه الفتره الاخيره. الحقيقه يوسف ما بيلعبش في مركزه، ومش كل اللعيبه عندها ليونه التعامل. هو بيسمع الكلام واقف هنا وبتاع، والدين راجل بيشركه، لكن والراجل دايما ما بيشكش حد، ما بيسمعش الكلام، عشان بس تبقوا واخدين بالكم وفاهمين الموضوع. فمن هنا محتاج تدخل واضح من امير، مستغلا حب الجمهور لامير
وله يعني، عشان يخفف الضغوط على اوباما ويخفف الضغوط على علاء، لان الزمالك محتاجهم في اللي جاي. 8 ماتشات الزمالك محتاجهم، موسم الجديد الزمالك محتاجهم، الاتنين مش قليلين وعندهم خبرات واكتسبوها من نادي الزمالك وبنسمى مهم جدا، زي ما بنحافظ على كل العناصر اللي مخصوصا انه ده احنا حافظنا على بن شرقي اللي كان ماشي، كنا عاوزين نحافظ على طارق حامد وابو جبل، لكن هو اسلوبهم اللي ادى لده وافكارهم اللي ادت للرحيل. لكن الناس بقى اللي معاك مكملين معاك 3 سنين كمان ولا سنتين غير السنه دي، يبقى لازم نحافظ على ما نستطيع من جهد عليهم. محدش بيقول ان اوباما يعني في اعلى مستوى، لكن انا حكيت قبل كده وامير كان قايل لي انا شخصيا في احدى الرحلات اللي كنت موجود فيها مع الزمالك، يعني ربنا يجعلها تعود سريعا الرحلات دي. المهم كلم فيها عن ان يوسف اوباما كان احد اسباب اداره الزمالك ان لما اتعرض عليها عبد الله السعيد اول مره بعد ما راح الاهلي السعودي وكان راجع بيروح بيراميدز، كان جزء ام جروس الموضوع ده كان جزء منه عدم القبول يعني التالق بتاع يوسف اوباما. فبالتالي يوسف اوباما له رصيد، نعم له رصيد، لازم جمهور الزمالك ياخد باله من الحكايه دي ويدعم اللاعب يعيده المستوى، يقف جنبه عشان يعيده لمستواه، يحاول مره تقول لي ده احنا بنحاول يا عم من اول الموسم لغايه ما تعبنا، صح، بس الموسم ده صحيح ربنا كرمنا ووصلنا للمنطقه دي، ما حدش من الناس كان يتصور، حتى لو سالت امير مرتضى لكن ما كنتش اتصور ان احنا ممكن نوصل للمكان ده، لكن الحمد لله ربنا كرم بمجهود اللعيبه واجتهاد اللعيبه والاداره وامير والجهاز الفني، كل دول اجتهدوا وحاولوا ووصلوا لده. عشان كده لازم نحافظ على اللعيبة، وخصوصا اوباما، واوباما زملكاوي انا اعلم يقينا زملكاوي ومن كباتن نادي الزمالك، لازم نحافظ على المنطقية دي والقيمة دي كجمهور. عشان كده بطلب تاني ومرة اخيرة يا امير تدخل في هذا الامر. طيب في حاجة تانية، امبارح من تصريحات الراجل فيريرا بعد المباراة شعرت انه مرتعب. هو الراجل ده يخاف؟ لا مش خايف، هو مرعوب. طبعا هنا مش رعب بعد الرعب، يعني الان من حاجة مهمة جدا ما قعدت اركز فيها كده بعد ما قريت كلامه بتاع وسمعته، لقيت انه عنده حق، وبعدين ده راجل بروفيسير لازم يبقى عنده حق، ومعلم ومربي واستاذ، فبالتالي لازم ناخد بالنا من الكلام اللي الراجل بيقوله ده. والله ازاي هقول لك، اما يطلع يتكلم يقول لك انا غيابات ورحيل لكن بقدر اعوض اللي مشي، بقدر مجموعه اللعيبه اللي معايا دي بسكن هنا وبعمل هنا وبتاع. عارفين الناس الطيبه كده اللي يقول لك احنا بنكمل عشان نوم، فهو دي القصه، احنا عندنا نواقص كتيره جدا في الفريق وبنكمل عشان او لعبتنا بشباب، ما يجيش كمان الشباب دول يتصابوا. ده الرعب بقى اللي عند فيريرا، انه اللعيبة بتاعته اللي هي قليلة بيتحرك فيها صحيح، يعني بأداء طباخ ماهر عارف المكونات بتاعته ويحط التاتش بتاعه وحبة الفلفل والشطة والمش عارف ايه والليمون والكمون والحاجات دي عشان يطلع لك المشهد الجميل اللي انت كجمهور الزمالك مستمتع بيه، هو ده اللي بيعمله فيريرا. لكنه خايف بقى عشان يعمل الطبخة دي طبخة صحيحة وسليمة وطعمها حلو وتجيب ناتج بالفوز بالدوري، خايف جدا 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 من الاصابات والانذارات. عشان كده لازم لعيبه الزمالك يبقوا اكثر حرصا من فيريرا نفسه على انهم التدخل يبقى هادي شويه في التدخلات سواء في التدريب او في المباريات، ما بقولش انه يكسلوا يعني، لكن كمان يحافظوا على روحهم من الانذارات. الزمالك في اللحظه دي 8 مباريات يا جماعه، 8 مباريات ويتحصل على الدوري ملوش دعوه بغيره، يعني زيك لو فاز الثمان ماتشات اللي جايه دي ان شاء الله ولا يفرق معاه مين بيجري وراه. الحصان ركبت الحصان وتوكلت على الله، تيك تيك ترين درين جن درين جن وجري. فده الخوف اللي عند فيريرا، الاصابات والايقافات. بمناسبه الحصان درجن 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 درجن، بيقولوا دايما على مثل كده، لسانك حصانك انصنته صامت، يعني لو حافظت عليه هيحافظ عليك. اللسان ده مهم قوي، مهم جدا اللي بيطلع منه ده،
وبالتالي المخ برضه يشتغل كويس.